مولانا فلا تقرب هذه الشجرة فتكون خاسرين. صدق الله العظيم. اي والله وطي. اي والله مولانا هي سورة الأنعام ليش اختصت بقصة سيدنا آدم وعفن إبليس؟ اي الأعراف صح. ثم عفوا صدق الله العظيم وقصه لوط في زمن عمه ابراهيم وقصه مدين شعيب وبعدين قصه موسى وفرعون. فهنا القصص مرتب لان الاعراف نزل قبلها صور قصار فيها مثلا زي الشعراء والنجم والفرقان العنكبوت القمر كل هذه الصور ذكر فيها قصص الأنبياء. لم يذكر فيها مثلا بعضها لم يذكر فيها قصة آدم إنما هنا جت مرتبة كلها زي مولانا الله سيدنا محمد وعلى آله سمنه ترتيبهم بالمقامات من آدم إلى الأنبياء اللي ذكرتهم أنتم الأزهريين بماذا ترتبونهم؟ صح. أول رسول للبشرية هو نوح لأن نوح جه بعد الناس ما كفرت إنما آدم ما كانش لسه حد كفر ولا غيره كانوا كلهم مسلمين ذريته المؤمنين. لما جه بقى صور عبادة الأصنام والناس النحاتين عملوا تماثيل على هيئة الصالحين إن هو يسوع وغوث ونصرا واسمه كمان خمسة يعو يسوع لا تكون ترون ودا ولا سواعا ولا غوث ولا يعوث. لذلك كان في ناس عبد يغوث وعبد الله. نعم زين مولانا انت برايك ابونا ادم غلط بحكايه الشجره؟ لا الله اكبر هذا امر مقدر. ولذلك حج سيدنا موسى لما قال له انت ابو البشر الذي كنت سببا في اخراجك من الجنه باكلك من الشجره التي نهاك الله عنها قال له انت ادم الذي خط الله لك التوراه بيدك تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم وموسى يعني غلبه ولا يجوز الاحتجاج بالقدر قبل إقامة الحج الله لأن لا يهرب من الحج. إنما أبونا احتج بذلك بعد ما خرج من الجنة وهبط إلى الأرض وهو أمر قدره الله قال إني جاعل في الأرض خليفة يخلف الجن. فالملائكة قالت نحن فينا كفاية نحن نسبح بحمدك ونقدس لك والبشر زي الجن يفسدوا في الأرض بالقتل والمعاصي والكفر. فقال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها كل حاجة عرف أسماءها. ولذلك ربنا اسم البصير يقول لك ذات العلوم من عالم الغيب مدد ومنها لآدم الأسماء يعني الرسول أخذ العلوم لكن آدم أخذ أسماء مولانا آدم أول واحد يدخل الجنة لا وحواء في الآخرة يعني إيه؟ أول من يكسى من ثياب الجنة الخليل وأول من يقرع أبواب الجنة سيدنا رسول الله الله بسيدنا مدد وهو أول من يدخلها. شنو ترتيبه عفوا سيدي نواف العتيبي؟ لا آدم ما ندري بقى شيخ وحواء هي قرينته يعني هو قطف الشجرة خطأ من آدم ولا حواء ولا مشترك؟ لا الجنة هي نفسها المقصود فيها أي لا جنة؟ لا 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 مش جنة تدخل مو جنة بيت قال له
أدلك على جنة القدر. يعني مو الجنة اللي راح نسكنها فيه. لا 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 جنة ثانية. الخلد لمين سيدي؟ الجنة اللي كدش هذا اللي راح ندخلها جنة غيرها. يعني هو أحسن من عندنا؟ لا الجنة أحسن. إحنا أحسن من آدم مولانا؟ الجنة لا. أقول لك الجنة مش علينا إن إحنا أحسن من آدم. الجنة المقصود فيها شنو اللي كان في آدم؟ مو الجنة اللي. الجنة بستان. بستان. فقال له لكن هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ في جنة غير كده مخلدة دي ثانية. وقاسمهما إني لكما لمن. كم عاش آدم؟ 1000 سنة. أدد. كم خلف؟ أولهم اللي هو هابيل وهابيل وقابيل. أولاده؟ صحيح قال إن 400,000 نفس شاف. 400,000. من روايات إسرائيلية إنه شاف النسل 400,000 نسل. من آدم. من نسله 400,000 بس اللي رآهم هو يعني خيال عند بابا محمد ولا عند بابا محمد يعني. إيه. إنما على كل حال أولاده افترقوا في الأرض وبعدين جه الطوفان وخدهم في زمن نوح. بدأت البشرية الحقيقية من بعد سيدنا نوح جعلنا ذريته هم الباقين اللي هو أبو العرب واليهود والثاني حال اللي هو يعني سام وحام ويافث. حام أبو السودان والجنوب ويافث هو الصرب واليهود لا اليهود سام. سام والعرب واليهود سام العرب واليهود والصرب والأمم الثانية دول كلهم من نسل يافث. والسمر أفريقيا مولانا؟ لا دول حام. حام زين مولانا. شجرة الخلد هي شجرة هي سدرة المنتهى؟ لا 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 تدري هنا أتوقف. يعني هي موجودة حاليا شجرة الخلد؟ بس هو الخطا الله قال لهم لا تقرب هذه الشجره. ليش الحكمه مو جنه الخلد؟ اي نعم لا تقرب هذه الشجره جنه ثانيه. اي صح. فالممنوع مرغوب. لا الحكمه مولانا ولا لا يسال عن بايه. لا قاسمهم الشيطان حذفهم قص عليهم اني لكم. وهو كان بيظن ان ما حدش يحلف كده. وهو ظن هذا انه ما في. واحنا دلوقتي فينا ناس كده تصدق. انا واحد من الناس يعني يقع في الغلط بسبب انه بيصدق. هذه علامة الإيمان. يعني هي الشجرة شو كان ثمرها؟ أما التفاصيل دي كلها يعني ما لهاش فوائد في الكلام. شجرة الحنطة شجرة هي الحكمة من الاختبار هذا شنو؟ من اختبار الله حق سيدنا آدم وحواء. الانقياد لكلام الباري وإن الإنسان معرض لأنه يعصي وربنا يغفر له. كان في صعف عسيدنا؟ أفعى؟ بيقولوا أيوه أن الشيطان دخل في صورة أفعى ومش عارف. قبل كم سنة الحكاية دي القصة؟ يا سيادي ما له حد. الجماعة الجيولوجيين التوراة تقول 10,000 سنة. الله أكبر. لكن الجيولوجيين ما بيتكلمونا ويقول لك دي بقالها ملايين السنين ومش عارف إيه. ليش؟ على رأي الشيخ الحماد الله يشفيه يقول أنا كل شيء دش ذهني إلا كلمة ملايين السنين. الصخرة دي لها ملايين السنين. الله يشافيه يا رب كل مريض يرحم أبونا آدم صديقه والوالد سيد وزواجه.